السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برد الحمل. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من اخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة فاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. والفيديو ان شاء الله اللي هيكون طالع من الابراج ان شاء الله هو اللي هنعمل له، هنكتر من القراءه دي باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاشف برد الحمل، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى بنيه فتح الابواب المغلقه وبنيه الفرج باذن الله تعالى. بسم الله الكاشف برد الحمل، انا شايف ان انت حابب او شايفك ان انت بتخرج ناس او اشخاص من حياتك. شايف ان انت بتخرج اشخاص من حياتك، هذا الاشخاص تدخلوا في خصوصياتك، تدخلوا في حاجات ملهمش فيها، ملهمش الحق ان هم يتدخلوا فيها. شايف بس خلي بالك الفترة دي في حد هيرجع لكم، في حد هيرجع لكم، كان ما بينكم وما بينه انفصال او بلوك او مشاكل راح يرجع لك. في فلوس هتمسكها، خلي بالك الفلوس اللي هتمسكها انا شايف ان انت هتحقق منها حاجات صح، بمعنى لا صح. شايف ان انت برضه هنا برد الحمل بتشتكي من المعده، شايف ان انت بتشتكي من المعده، المعده عندك تعبان. انا شايف برضه عندك طاقه حزن، عندك طاقه حزن كبيره، حزن عميق، علشان انا شايف ان قلبكم حزين مكسور بدون سبب. خلي بالك انا شايف ان انت هتكشف سر، في سر قدامك راح تكشفه، والسر ده قريب، السر هذا قريب اللي راح تكشفه. شايف برضو هذا الايام من اكتر الايام اللي عندكم كسل، عندكم خمول، حاسين بطول الوقت صداع، تعب، خنقة، ضيق، بتاخذوا علاج بيخف شوية الصداع وبيرجع لكم تاني، بتعانوا من حاجات كتيرة. شايف برضو ان انتوا هنا يعني خلاص واخدين بالكم وبتنتبهوا كويس جدا على حالكم. شايف ان انتوا هنا ابتدأتم تحققوا النجاح، ابتدأتم توصلوا للمرحلة اللي انتم عايزينها او عايزين توصلوا لها. شايف ان انتوا هنا بتحبوا تغيروا حاجات كتيرة في اموركم وتستكملوا اموركم، علشان كده قلت لكم دايما متعرضين للمشاكل وللحسد وهكذا. بسم الله الكاشف، شايف ان انت هنا بتخلص اوراق، الاوراق دي تخص اوراق حكومية او شراء مسكن، بس انا شايف ان في تم وقوف، في وقف عندك، ممكن نقول تعطيل او لسه بتخلص اوراق او بتخلص هذا، ان شاء الله راح تكتمل على خير باذن الله تعالى. شايف ان لسه برضه في ايام قدامك حلوه، في منكم هنا البعض شايفه عايز يسافر، عايز يسافر، قدامك وقت السفر. شايفك برضه متضايق، متضايقين، مخنوق. هذا القراءة عامة وقراءة مفتوحة اخواتنا في الله، يا الشباب ولا النساء، للرجال والنساء، هذا قراءة مفتوحة اخواتنا في الله وقراءة للجميع، فخذ اللي يطابق ليك. شايف هنا برضه الفترة دي انا شايف ان انتوا عايزين حاجة تعملوها او حاجة تتخلصوا منها. شايف ان انت محتار في حيرة، عايش في حيرة، عايش في فترة صعبة، فترة متقلبة، فترة مش عارف تاخذ قرار، مش عارف تنتقل خطوة لقدام. شايف برضه عندك هنا في انت واخد بالك من حاجة، الحاجة دي واخد بالك منها وعارف هتعمل فيها ايه، بس شايف في مفاجأة قدامك، مفاجأة حلوة، ما تكونش في الحسبان. شايف ان انت هتقضي رحلة فيها او فسحة او خروجة او عزومة مع حد عزيز على قلبك. اطلع من طاقة الحزن، اطلع من طاقة الاحباط، اطلع من طاقة الحزن، الخنق، الضيق، اطلع من هذا الطاقة. بلاش يعني تضحك مع الناس وتهزر،
هذا الناس بتتكلم عليكم وفي ظهركم، بتأخذ منك الكلام وبتضيف عليها كلام آخر علشان هي اللي تكون مميزة أو هي اللي تكون إنسانة كويسة، وبتشوف سمعتك أمام الناس الأخرى علشان هي تكون كويسة. فأنت ارمي ورا ظهرك علشان أنت بتتأثر بأي كلمة، بأي كلمة بتتأثروا بيها. شايف إن هنا في حد عزيز على قلبك أو متوفي او اخ او قريب عليك ومازال انت زعلان عليه، مازال زعلان عليه، شايف هنا برضه انت شخصيتك ابتدت تقوى، ابتدت عندك قوه من الاحباط، من الياس اللي شفته، من التعب، من الكلام، ابتدت تقوى، ابتدت تغير من حياتك، ابتدت تمشي في الطريق وتاخذ طريقك. ان شاء الله تفتح معك البيبان باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. في حد دمر حياتك، الشخص ده تعبك، سواء كان الست او رجل، هو اللي اذاك بالسحر، بالسحر هو اللي اذاك، انت دعيت عليه، دعيت عليه، هتاخذ حقك باذن الواحد الاحد، هتاخذ حقك، حقك ردع لك، حقك ردع لك، مهما يلف مهما يروح حقك ردع لك بإذن الله تعالى، من التعب اللي عندك، التعطيل، التعب، الألم، الخنقة، الضيق، هو من السحر، إن شاء الله راح تشفى بأمر الله تعالى. في بشرة شفاء، بشرة شفاء وبشرة خير قريبة بإذن الله تعالى. شايف هنا في حد في سن، شايف في حد مقفول عليه بيبان، هو مظلوم، مظلوم ومقفول عليه بيبان، ان شاء الله في عنده فتحة قريبة، قريبة بإذن الله تعالى، هيخرج بإذن الله تعالى، هيخرج للخلا وللوسع من هذا المقفول حواليه، سواء كان في سجن او كان في مرض او كان في ضيق، راح يخرج بقدرة الله تعالى من هذا بإذن الله. شايف ان البعض منكم مستني حاله بقدر المستطاع، انا شايف ان انتوا في حدا خايفين منه، يعني شايف ان انتوا خايفين منهم، ما تقلقش، ما تقلقش، هي مش هتحصل، هي مش هتحصل. شايف ان انتوا هنا شاقين في الشريك، بس انا شايف الشريك بيحبكم، الشريك بيحبكم، الشريك بيحبكم بطريقة رهيبة، ومنكم يعني قلنا ما تخش القراءة ليك كلها، خذ المطابق ليك، لان منكم شايف برضو حصل انفصال، خذلوا الشريك، حصل انفصال، غدر بيه، فانا هنا تاخذ القراءه المطابقه ليك. في هنا برضه منكم الشريك بيحبه والشريك صادق معاه وكويس، وفي منكم خذلوا الشريك وفي طرف ثالث، وفي منكم بسبب السحر، بسبب السحر، عندي ثلاث اشياء، سبب السحر، الشريك خذله بطرف ثالث وكذب عليه وغدر به، والشريك بيحبه وصادق معه، عندي ثلاث أصناف كما قلنا. فخذ القراءة أحبابك وأحبابي في الله اللي بالطابق ليك، وصلي على الحبيب المصطفى فضلا وليس أمرا، ويدعم الفيديو واللايك أخواتنا في الله. شايفين أن أنت بتدور على الأمان، بتدور على الطبطبة، بتدور على الحنية، بتدور على الشخص الصادق معاك، بتدور على حد يحتويك ويكون صادق معاك علشان تطلع من الخنقة اللي انت فيها، ملاقيش حد بيطبطب عليك، ملاقيش حد بيحبك، ملاقيش حد صادق معاك بمعنى الكلمة، امنت او اعطيت الامان لناس لكن غدرت بيك، انت مشكلك ان مشكلتك انك بتثق في الناس اكتر من اللازم، بتثق كتير في الناس، مش كل الناس يا احبابي في الله كنا هي اللي تثق فيها، مش كل الناس اللي تعطيها الثقه، الوضع اللي انتوا فيه، الخنقه اللي انتوا فيه، هذا من الشيطان، من شيطان السحر كما قلنا، هو اللي عامل لك التعب، الم في المعده، الم في العمود الفقري، دوخه، تعب، همدان، حتى الدكاتره كثيره منكم كشف وبياخذ علاج، لكن مش جايب معاه نتيجه، مش جايب معاه نتيجه. انت هتاخذ خطوه جديده، شايف ان انت هتفعل حاجه، في حاجه تفعلها هتاخذ خطوه فيها جديده، فيها نجاح ليك بقدره الله تعالى، فيها نجاح باذن الله، علشان انت فوضت امرك لله، مش عايز حاجه ثاني، فوضت امركم للواحد الاحد. عندكم علاقه ان شاء الله راح تكتمل، في علاقه راح تكتمل باذن الله تعالى، شايف في رجوع، في رجوع او زواج، رجوع او زواج، لان شايف في اخبار حلوه،
تخص شافك هنا مبسوط في دبلة أو خاتم أو حد زي كده، إن شاء الله هتكون زواج أو رجوع أو ارتباط بمشيئة الله تعالى. شافك فرحان في أرض بيتك بمشيئة الله، صل على الحبيب المصطفى. الحزن هو اللي مأثر عليك، هو اللي حاسك محسسك بالإحباط، محسسك لا قادر تنسى اللي ظلمك أو لا قادر تفكر في المستقبل أو تفكر في الواقع اللي أنت فيه، قافل على نفسك، مخنوق، مش طايق حد، مش حابب تخرج، حابب العزلة. هو من الطاقة السلبية، حاول تخرج من الطاقة السلبية كما كنا، لأن شايفك هنا أخرج من اللي أنت فيه، ما تخليش الدنيا تلف عليك وتبقى أنت في دوامة. اخرج من اللي انت فيه وفوق واطلع لطريقك، وان شاء الله تفتح معاك البيبان باذن الله تعالى. هنا بقى شايفك هنا بتنقل من مكان لمكان، حابب ممكن تقول اشتري مسكن، ان شاء الله يكون لبيت زوجك او لبيت خطيبك، ان شاء الله يكون او شراء مسكن جديد باذن الله تعالى. ان شاء الله ربنا يكتب لكم السعاده فيه. انت حاسس في حدا هتخيب ظنك، حاسس او شايف ان في حدا تخيب ظنك؟ لا، مش هتخيب ظنك باذن الله تعالى. في هديه ديالك، في هديه ديالك انت مش متوقعها باذن الله تعالى، في هديه ديالك بمشيئه الله. اللهم صل على سيدنا محمد. في حد هنا عايزك تسامحه، الحد ظلمك، ظلمك، هو هيجي وهيطلب منك السماح، انت هو عايزك، هو عايزك تسامحه لانه تعب، شافك في المنام او رؤيات بتدعي عليه كذا مره، وهو عرف ان هو ظلمك فعايز يديلك ويسامحك، فممكن هيديلك ويسامحك، او هو بيطلب منك السماح من قلبه وبيدعي ربه انك انت تسامحه. اللي بتأذيكم، الناس اللي بتحط عليكم وليست تاخذ منكم. شايف عندكم هنا خمسة، رقم خمسة، رقم خمسة ده مميز، ده بكم طاقة إيجابية، ده بكم طاقة فيها فرحة، طاقة السعادة بإذن الله تعالى. شايف عندكم هنا أكتر من خبر مستنيين، يعني أكتر من خبر تسمعوه، عندكم أكتر من طاقة إنها تكتمل أو يكون فيها أمور حلو ليكم. بس هنا شايف هنا بتديلكم حاجة وتختفي، بيديلكم إحساس وبيختفي، بتدخلوا في طريق حاجة بتكون بتساعدكم وتسيبكم وتختفي. بلاش الكلام الكثير عشان انتوا عندكم لخبطه، مش عارفين ايه اللخبطه، لانه عندكم هنا روحانياتكم عاليه عاليه بنسبه شديده، عندكم التخاطر ده شديد قوي، سواء كانت احلام بس بتنسوها، في منكم بينسى الاحلام، بيحلم احلام وبينساها، مش بتكتمل او بينساها، في منكم برضه اللي بيفتكرها، في منكم اللي عنده هنا مس وعنده سحر، وعنده سحر، اكتر حدا عندك الحسد. الحسد شديد عليك، شديد يعني بالنسبة شديدة جوا الحسد، وعندك السحر. بس عندك يعني هنا معك روحانيات، يعني حاجات كويسة، حاجات صالحة بتساعدك كثير على قد ما تقدر، لكن مش قادر على السحر، مقفول عليها، مش قادر على تخلص لك السحر. فانت ساعد نفسك، ساعد نفسك، خليك تخلص من السحر والحسد اللي عندك، خليك تتواصل مع روحانيتك لان روحانيتك كويسه ماشي حاليا، يعني هي اتفتحت معاك الابواب كبير مره، مشيت معاك طريق مكتمل، لكن انقطعت، وقفت معاك الدنيا، وقف حالك، وقف، حصل معاك تعطيل، حصل معاك نفور، محتار، حصل معاك برضو تعب شديد من السحر احبابي في الله. بس الطريقة هتمشي معاك مرة تانية، وهتمشي لهدفك، وهتوصل للطريق اللي كنت عايزه، وهتعلى. شايفك ان انت مش عايز تعاتب حد بسبب اللي انت شفته من الناس دي، مش عايز تعاتبهم، مش عايز تتكلم معهم، عايز تبعد، قررت ان انت تبعد عن الناس دي، تعتزل في حالك، تقول انا مش دعوه بالاشخاص دي، انا خدتش غير منهم التعب، الظلم، المشاكل، الخنقه، خدتش غير منهم المصاريف اللي صرفتها او تعب كتير او صرفت عليهم فلوس كتير، فانت حبيت تعتزل عن الناس دي وتاخد جزء بعيد عنهم، لانك انت سمعت كلام كتير. يعني شايفك انا بس انت واضح هنا في مشكله، في مشكله في المحاكم او حاجه، بس هي تتحل خلاص، يعني بما عندك انت عندك ثقه في الله كبيره جدا، لكن هتخلص منها باذن الله تعالى المشكله اللي عندك. الماديات في انفراجات كبيره ديالك، شايف برضو في فلوس ديالك، حوالات او فلوس، او انت عطي حد فلوس سلف او مسلف حد ورد عليك، ورد عليك باذن الله تعالى خلاص. استغل ايامك كلها، الفتره اللي دايه في صالحك،
امشي في الطريق اللي انت مكتمل فيه هتوصل. هو ماشي حصل معك شوية تعب لكن هتوصل بقدرة الله تعالى. كل ما تكتمل تحصل لك عراقيل تحصل لك حاجة لكن هتوصل. في هنا شايفك هنا في طرف ثالث حطك في دماغه، حطك في دماغ الطرف الثالث، انت معطهوش اهتمام او بعيد عنه لكن هو حاطك في دماغه وعايز يوصل لك باي طريقة، عايز يوصل لك باي طريقة. الست اللي عاملة لكم السحر، الست اللي عاملة لكم السحر دي هي جمحوية يعني سمرة بما يقوله، وطويلة مش قصيرة، طويلة الست دي وجمحوية وقريبة ليك، قريبة يعني جدا مش بعيدة يعني مش غريبة، قريبة ليك ماشي. فخلي بالكم منها الست دي، يعني اول حرف منها اللي سألوني كتير على اول حرف، حرف السين، حرف السين شايف حرف السين، حرف الهاء منها من حروفها سواء كانت حرف السين او حرف الهاء او حرف الميم او حرف العين او حرف الحاء من حروفها. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. شايف عندك هنا اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه، عندك اكتر من حاجه بتديك طاقه ايجابيه بتخليك يعني احسن من الاول يعني. فشوف نفسك، حاول يعني تشتغل على نفسك، اشتغل في زي ما انت في الطريق اللي انت فيه هتوصل باذن الله تعالى. عندك تغيير في سكن، تغيير في سكن هتنزل من مكان لمكان باذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله. في حاجة هنا انت مقصر فيها او في تقصير ما بينك وما بين نفسك، ما بينك وما بين حد، عندك طاقة تقصير مقصر، في حدا مقصر فيه. ايه هي اللي مقصر فيه؟ شايفك هنا بتكتمل في حياتك بشكل كبير. شايف عندك هنا رسالة، رسالة، رسالة انت هتقراها، الرسالة دي جاية لك فيها خير بإذن الله تعالى. في استلام من أوراق، أوراق راح تستلمها فيها خير ليك برضه، في حد غايب عنك بقاله مدة كبيرة وانت عمال تدعي له انه يرجع بالسلامه، ان شاء الله يرجع بمشيئه الله تعالى. في حد هنا مسدود قريب ليك او مريض شايف عليه محتاج مساعدتك او محتاج دعمك او محتاج الدعاء، مسدود او في السجن او بيخلص او عيان او بيعمل عمليه، ربنا هيشفيه باذن الله تعالى، او هيخرج من الاسر اللي فيه او من السجن اللي هو فيه، هيخرج بقدره الله تعالى ان شاء الله. شايف عندك مفاجأة هتحصل، هتغير حساباتك بشكل كبير، مفاجأة هتحصل لك بإذن الله تعالى. في حدا انت تعملها هنا هتعلي من شأنك او شغل او علاقة شغل جديدة، في حدا هتعلي من شأنك، في حدا هتنشال وهتأخذ حدات احسن. شايف عندك برضو هنا انت مشروع شغل بالك او هتدخل في مشروع او داخل في مشروع شغل بالك، اكتمل كما انت بس اكتم اسرارك، اكتم اسرارك لان في حواليك عيون كتيرة، في ناس كتير مش بتحبك زي ما انت بتحب ناس، في ناس برضو بتحبك وفي ناس مش بتحبك بتتمنى لك الشر. شايف عندك هنا اوراق تايه منك او اوراق انت بتدور عليها او بتخلص اوراق او محتاج تخلص اوراق، ان شاء الله هتكتمل معك باذن الله تعالى ان شاء الله. شايف هنا هتربح يعني مشاريع، هتربح قضايا هتربحها، شايف عندك مكسب كبير جدا، عندك مكسب كبير جدا باذن الله تعالى، بس انت محتاج الصبر، محتاج الثقه بنفسك تزيد، خلي عندك الصبر. شايف عندك الى حد هيتصل بيك هيطلب منك حاجه، هيطلب منك فلوس، هيطلب منك حاجه معينه. شايف هنا في شخص هنا الشخص ده يعني قريب عنا، قريب ليك، قريب ليك، بس في امور كويسه هتكون ما بينك وما بينه، هيكون في حد جديد في حياتك. شايف ان انت دقيت على باب او حاولت تفتح باب والباب ده مغلق قدامك لكن انفتح الان وهيتفتح الباب، واللي في السجن هيخرج، اللي في السجن او المريض هيشفي وهيتفتح الباب، في الباب اللي انت دقيت عليه كان مقفول هيتفتح لك باذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى. شايف ان انت حاده مخلياك كاره اي حاجه تخص الحب، تخص الحب. شايف ان انت حاجه بتتكرر معاك اشاره حلم عايز تفسره، في حاجه انت عايز توصل لها، في حاجه تعباك محيراك محتار فيها عايز توصل لها، لانك لو وصلت للحاجه دي هتعلى من شانك، هتوصل لاهداف كتيره، هتوصل لحاجات كتيره تعلي من شانك، انت خاطط عقلك كله تفكيرك فيها علشان توصل للحاجه دي، والحاجه دي ان حليتها هي عقده،
أو هي حادة مربوطة أو حادة مقفولة، إن فتحت وحليت لغزة هتوصل للهدف الصح، هتوصل عقل يعني شأنك هيعلى هيعلى هيعلى، وهتخلص من العراقيل كلها اللي في حياتك، هتخلص من السحر، هتخلص من المس، هتخلص من التعب، هتخلص من أي حاجة واقفة في حياتك، حتى الديون هتبقى مرتاحة معاك بإذن الله تعالى، هتعلم شأنك. شايف في حالة برضه هنا هتفرحك الفترة دي، ادعم فيديو باللايك فضلا وليس أمرا أحبابي في الله، لأن كثيرة والله بينسى يدعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، ادعم الفيديو باللايك. شايف هنا في اختلاف ما بينك وما بين صديق، او اختلاف ما بينك وحد قريب ليك، الخلاف ده كان من فترة فاضي، من فترة يعني من الماضي، من فترة فاتت، هيبدأ صفحة جديدة او هيكون في الصلح ما بينكم، او انت اعتزلت عنهم، في خير بإذن الله تعالى. الاهل مركزين معاكم جدا، الاهل يعني مركزين معاكم في كل حال، حتى في المال اكتر حدا مركزين معاك في المال، فانت بيديلك فصلان، بيديلك ضيق، بيديلك خنقة. شايف عندك هنا محادثة ما بينك وما بين حد، امسحها او تجنبها، بلاش كل شوية تمسك التلفون وتبص على المحادثات، او منتظر منه محادث، او منتظر منه يبعث لك حدا، لا ابعد عنه او اترك الطريق دي. شايف هنا حد بيدعي لك، عارف ان انت بيدعي لك، بيدعي لك، هو عايز مصلحتك ودايما بيدعي لك، بس انت يعني ما بقيتش شايف مين بيحبك، ما بقيتش شايف مين عايز مصلحتك بسبب اللي حصل معاك، المشاكل او اللي حصلت معاك، او انت اللي مريت بيه، لان انت مريت بحادات كتيره جدا، تعبتك نفسيا، كسرت قلبك، يعني حادات كتيره خذلتك، ما كنتش متوقع ان يحصل كده. شايف الفتره دي انت مش واخد راحتك في حادات كتيره جدا، مش واخد راحتك في حادات كتيره جدا، عندك يعني حالتك النفسيه هتبدا تتحسن معاك، هتبدأ تحسن، هتطلع من حالة الاكتئاب بفضل ربنا بإذن الله تعالى، هتطلع من الخزلان، هتعرف إن في حد هنا يدعمك، شايف طريق سفر قدامك، معروض عليك سفر، أو أنت حابب تسافر بس عندك يعني مشكلة أو حاجة هتخلصها وهتسافر. في حدا عندك هتخلصها وهتسافر بإذن الله تعالى، فاتحة معاك طريق السفر، فيها رزق ليك، فيها خير، فيها فسحة، فيها فرحة ليك، طريق السفر معاك مرتاح تمام تمام، بس هي مشكلة في الأول بتخلصها، هتخلص بإذن الله بسهولة وهتسافر وهتوصل لهدفك بإذن الله تعالى. بالك مشغول 24 ساعة، مش عارف تاخد قرار، مش مرتاح، تعبان، مضغوط، محتار، مخنوق، قلبك مكسور، عندك الضيق، الفترة اللي داية فيها خير ليك. في فرحة في أرض بيتك، هنا ممكن نقول لخطوبة أو حد ارتبط قريب ليك، أو زواج أو رجوع للمنفصلين أو زواج مرة ثانية، لأن الفرحة مكتملة في أرض بيتك، أنت فرحان وسعيد وأهلك كلهم فرحانين ومبسوطين معك. شايف هنا أنت ما بتحبش تتكلم كتير، بتحب الشخص الهادي الكتوم، بتحب بلاش يعني الفرحة لما تدي لك تعرضها على الكل، بلاش لما تدي لك حاجة تتكلم عليها، اكتب اكتب شوية، بلاش الكلام الكتير، بلاش الكلام الكتير. شايف انا دايما بقول لكم هنا دايما ان انتوا تعبانين في حياتكم بشكل كبير جدا، في اختلاف يعني في اكتر من حدا معاكم، يعني شايفكم برضو انتم منتظرين كذا حدا تحصل، منتظرين طاقة خير ليكم او يعني طاقة فرحة، بس انا شايف هنا في كلام انتوا سمعتوه والكلام ده مازال موشوش عليكم، عندكم شق، يعني محتارين، بتحاولوا يعني شايف ان انتوا بتفكروا كتير في الكلام ده، يعني في حدا انتوا ازياكم، والله اعلم ثم اعلم، يعني انت نيتكم كانت صافية، نيتكم كانت كويسة، بس انا شايف عندك هنا حدوث اشياء جديدة ليك، فيها فرحة ليك، فيها سعادة ليك بإذن الله تعالى، وهتوفي بالنذر اللي عليك، لأن عليك نذر، ليك عليك نذر هتوفيه بإذن الله تعالى، وهتحسبها بالورقة وقلم، وشأنك هيطلع وهتعلي بقدرة الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. أتمنى من أخواتنا في الله وحبيبنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة هنشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني، وإن كنت بتعاني من السحر أو من النس أو من تعطيل أو من تابعة أو من أي شيء داخل القناة ننزل كل شيء بإذن الله تعالى، والرقم أمامكم، اللي حابب يتواصل معنا يتواصل، وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيها اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعد، أمن يجيب المضطر